اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية وفقراتنا في نهارك سعيد. يمكن من الحاجات المهمه قوي في ثوره 25 يناير انها فجرت طاقات الشباب واظهرت ابداع لا مثيل له. يمكن كل الدنيا علقت على انه عمرهم ما شافوا شعب بيعمل ثوره وينزل ينظف وراه. فاحنا هنا بنتكلم دايما عن دور الشباب ودايما بنحاول ننور الحاجات اللي مش باينه، الادوار اللي هم بيحاولوا يعملوها. في فكرة اسمها البداية من هنا. البداية من هنا بدأت في شهر يوليو 2010 وهي بتتلخص في مجموعة من الشباب والبنات طلبة جامعيين قرروا ان هم يخصصوا يوم الجمعة من كل اسبوع عشان يعملوا فصول دراسية في كل المواد للأطفال من سن 8 ل 14 سنة. المشروع بدأ في حي مدينة ناصر. خلونا نتكلم في التفاصيل اكتر مع اصحاب المشروع. هيكون معانا 2 من المشاركين في المشروع. هيكون معانا ساجة محمود وهي إعلامية قادمة، وهيكون معانا كمان دكتورة نورانا مر أحد المشاركين كمان في المبادرة. صباح الخير يا بنات. صباح النور. نبتدي، كلموني عن الفكرة بدأت إزاي. أنا بس قبل أي حاجة، يعني تيم البداية من هنا بيعزي أسر شهداء أحداث بورسعيد. أوكي. البداية من هنا هي الفكرة كلها ابتدت لما جايلان الخشابي، للأسف مش معانا دلوقتي، جالها حارس العقار بتاعها، حارس العمارة اللي هي ساكنة فيها، فقال لها انه ابنه بيسقط وهو يعني مش عارف يساعده. فقعدت تذاكر له وابتدت يعني تذاكر له على مدار السنة يعني، فاكتشفت ان هو مش عارف يكتب اسمه، مش عارف يفرق بين حرف الميم والنون، مش عارف يطرح، مش عارف يجمع، وكان تقريبا في رابعه ابتدائي. طبعا ده راجع لان احنا عندنا مشاكل تعليميه بالظبط. ما شاء الله حد بالظبط يعني هما كانوا بشكل ما بينجحوا وبيعدوا كذا يعني مرحله في الدراسه، بس وصلوا لمرحله ان هما مش عارفين يكتبوا اسمهم ولا بيعرفوا يقروا ويكتبوا تقريبا. فابتدت تفكر ازاي تساعده كده، فحست ان المشكله دي موجوده في كذا طفل تاني زي شريف واخته داليا، فكلمت صاحبتها دينا عثمان وابتدوا يفكروا ازاي يعني ازاي يساعدوا الاطفال اللي عندهم نفس المشكله دي. ابتدوا بقى هم يتكلموا صحابهم وعملوا تيم وابتدوا البدايه من هنا. جه اسم البدايه من هنا منين؟ كانت هي بتتفرج على انترفيو لدكتور احمد زويل، وكان بيتكلم على انه التعليم هو اللي بيساعد على تطور اي دوله، وقال ان دي بدايه تطور اي دوله، فمن هنا جالها الاسم ده اللي هو بدايه من هنا. جميل. واحنا اكيد طبعا فرحانين في وسط الاحداث اللي احنا فيها دي انه نلاقي بارقه امل وانه في شباب بيتحرك وما هوش قاعد بس بيتفرج. نتمنى ان الاغلبيه الصامته كلها كل واحد يعمل دوره علشان بلدنا تعدي المحنه اللي هي فيها. طيب ساجا، قولي لي انتوا ازاي قدرتوا تنشروها علشان تلاقوا مدرسين متطوعين في كل المواد عشان يقدروا يسهلوا ده على الاطفال؟ زي ما قلنا الفكره بدات يعني مجموعه صحاب في بعض. هي دكتور جالان بدات عايز فكرت في الموضوع وكلمت واحده صاحبتها اللي هي دينا عثمان. ابتدينا يعني نتكلم في دايره معارف، كل واحده بتكلم صحابها، يا جماعه احنا عندنا فكره عايزين نعمل حاجه، نقدم حاجه للاولاد، نحاول نعلمهم. ابتدينا يعني ابتدوا يكلموا بعض، هي كلمتني، كلمت ناس اكتر ونوران، والتيم ابتدى يكبر، ابتدى يبقى في ناس كتير قوي مهتمه بالموضوع، يعني مهتمه ان هي تعمل حاجه الاولاد او عامه تعمل حاجه يعني البلد، بدل ما نبقى قاعدين بس بننتقد يعني في السلبيات يعني بتاعه المجتمع، ممكن نبدا نعمل حاجه بس. فكله ابتدت بدايره معارف يعني ووسعت اكتر بس. جميل. طيب دكتوره نوران، عشان تقدروا تعملوا الكلام ده انتم محتاجين اماكن علشان يبقى فيه تقدروا تدوا الكلاسز او الفصول، تقدروا تدوا للاطفال، تقدروا تدوهم الحصص دي. ده طبيعي انه محتاج فلوس. انتوا عملتوا ازاي؟ يعني هل عملتوا مثلا جمعيه خيريه؟ هل عملتوا ايه الكيان اللي انتوا بتتعاملوا من خلاله؟ والفلوس بتجيبوها منين؟ تبرعات ولا انتوا نفسكم بتحطوا الفلوس ولا بتعملوا ايه؟ هو احنا مجموعه صحاب بنشتغل في مشروع خيري صغير، تمام؟ واحنا شغالين على سكيل صغير برضو، احنا معانا عدد اطفال، احنا معانا 12 طفل تقريبا. فموضوع ان احنا يعني احنا مكفيين عموما البروجكت مننا فينا يعني لحد دلوقتي، لحد دلوقتي سو فار احنا ماشيين مننا فينا. لكن مالكمش مثلا كيان جمعيه خيريه حاجه مقننه يعني؟ هي مشكله اللي قابلتنا في الاول الموقع، احنا هندرس الاولاد دي فين. بالزبط. ففي جمعيه اسمها جمعيه المعالي الخيريه،
هي وفرت لنا المكان اللي احنا بندرس فيه يعني بمبلغ رمزي كل اسبوع، يعني على حسب في اليوم اللي احنا بندرس فيه. فيعني احنا بنحب نشكرهم اكيد على ال ده جميل. طيب استاذه قولي لي ايه هي، يعني انتوا بتعملوا كام فصل للتقويه، وايه هي المواد، وهل ممكن يعني اللي عايز يوصل لكم يعمل ايه؟ هو ممكن اللي عايز يوصل لنا، احنا عاملين بيج على الفيسبوك فممكن يدور علينا، يعني هي اسمها البدايه من هنا بالانجلش والبدايه من هنا بالعربي، بس يعني لو تحب اقول السبيلنج بتاعها مش مشكله، يعني اكيد يعني الناس لما هتدور عليها تلاقيها، والمهم انهم يعرفوا ده ممكن يوصلوا لنا عن طريقها. احنا بنديهم ايه، هي مش فصول تقويه بالظبط، يعني ان احنا بنديهم زي المدرسه بالظبط وبنحفظهم او كده، احنا بنحاول نديهم مبادئ في مناهج كل ماده. يعني احنا بنديهم عربي وانجليش وحساب وعلوم ودراسات اجتماعيه واي كيو وسكيلز، بنديهم مبادئ في كل حاجه، لان احنا زي ما قلنا لحضرتك كانوا يعني عندهم مشكله ان هم حتى يكتبوا اسمهم، فابتدينا معاهم من الصفر خالص، بنحاول ان احنا ناخد المبادئ بس نديها لهم بطرق بس كريتيف اكتر او طرق متطوره عن بس المدرسه والسبوره والتحفيظ والاسلوب ده. بنحاول يعني ده دي الفكره بتاعه البدايه من هنا، ان احنا نديهم الاساسيات بطرق مختلفه بس. طب هل ده متوفر لأي حد؟ يعني ممكن أي حد يجيب ولاده يدخلهم عندكم؟ احنا دلوقتي يعني ان شاء الله المفروض ولا هو مدينة هنفتح نصر بس يعني؟ حاليا عشان مدينة نصر الناس كده كده حتى الساكنين قريب من المكان ده هما بيثقوا فينا ان هما يودوا لنا اولادهم في قريب من المكان ده، لكن احنا ان شاء الله يعني في ممكن في بداية من هنا اصلا بدأت في المعادي دي، ممكن نوران تكلمك عنها اكتر، وان شاء الله في ناس كتير متحمست للفكره، في ناس كتير دخلت لنا على الفيسبوك بيج وعجبتهم الفكره جدا ونفسهم ان هم يطبقوها في مناطقهم السكنيه. جميل، يبقى اتنقل للدكتوره نوران. يا دكتوره نوران قولي لي، طيب انتشرت ازاي الفكره بعد اكتر من سنه، وايه حكايه المعادي، قولي لي الفكره توسعت ازاي، وهل في محافظات جايه؟ هي طبعا الحمد لله ده نوع من انواع كمان السبورت اللي احنا كنا بيجيلنا انه لما الدعم لما كنا بنتكلم، يعني لما بنحكي لحد عموما على اللي احنا بنعمله، عن النشاط اللي احنا بنعمله ده، كان الناس بتتحمس جدا للفكره وبيحاولوا ان هم يطبقوها في المناطق بتاعتهم، وفعلا ناس صحابنا ساكنين في المعادي عجبتهم جدا الفكره وابتدوا ينفذوها، ابتدوا من شهرين، عندهم برضو تقريبا نفس عدد الاطفال. وابتدى ناس تانية بقى لما عملنا الفيسبوك فان بيج وابتدينا شوية الناس تسمع عننا، ابتدى ناس تانية تكلمنا عايزين يعرفوا احنا ابتدينا ازاي، ايه العقبات اللي قابلتنا عشان يبتدوا يصلحوها، وهما بيبتدوا من محافظات بقى مختلفة، ودي اكتر حاجة بسطتنا في الموضوع انه ناس من محافظات مختلفة بيكلمنا احنا عايزين ننفذ الفكرة دي عندنا، طب احنا عايزين نتقابل، طب احنا ازاي نقدر نتواصل معاكوا علشان نعرف نفذتوا الموضوع ده ازاي عشان يستفيدوا مننا. ودي حاجه من الحاجات برضو اللي احنا بنحاول نعملها، احنا اسسنا فرع مدينه نصر، فبنحاول ان احنا نبقى يعني متقدمين خطوتين او ثلاث خطوات عن اي حد بيبتدي بعدنا، عشان نبقى زي نحط لهم الخطه او الخريطه او نبقى زي قدوه ليهم، hopefully يعني نتمنى كده ان شاء الله ان هم يبقوا ماشيين على نفس الخطوات اللي احنا ماشيين عليها يعني. ولو في حد طبعا عنده افكار جديده طبعا يعني دي بتساعدنا جدا، لانه اكيد الموضوع ما ابتداش بالسكيل الكبير ده. طب جميل. طيب استاذه قولي لي ايه اكتر العقبات اللي قابلتكم وانتم بتعملوا، يعني طبعا ما فيش حاجه في بلدنا يعني بتمشي ببساطه يعني. العقبات ممكن نتكلم عن المكان، احنا قعدنا فتره عشان نوصل ان احنا يبقى في مكان نقدر نجمع فيه الولاد، ولازم يكون المكان ده قريب من الاماكن اللي هم ساكنين فيها، على اساس ان هم مش هيقدروا يجوا لنا في كل حته، احنا غالبا بنفوت نجيبهم يعني عشان يجوا، او لو حد ما جاش اصلا احنا بنروح ونسال يعني هو ما جاش ليه او كده ونجيبه. فدي اهم حاجه بالنسبه لنا المكان. احنا لحد دلوقتي زي ما نوران قالت لك احنا يعني جمعيه المعالي الخيريه موفره لنا المكان وبسعر رمزي وكل حاجه، بس محتاجين ان احنا يكون عندنا مكان، نفسنا ان احنا نكبر اكتر، يكون مثلا بنحلم يعني يكون عندنا فصول لكل ماده، بحيث ان احنا نقدر نأثر في عدد اولاد اكتر، يعني نقدر نجيب اولاد اكتر ويبقى شغال، مثلا يبقى عندنا كلاس للعربي وكلاس للانجليش وكلاس للحساب وكل حاجه، يكون الاكويبمنتس بتاعتها كل المعدات اللي احنا محتاجينها تكون موجوده في المكان ده بس. فدي اكتر يعني حاجه عقبة بتواجهنا دلوقتي يعني. لكن ما عندكمش مشاكل في المتطوعين يعني؟ الحمد لله كفايه. الحمد لله لحد دلوقتي كفايه. جميل.
ايه اكتر التعليقات اللي انتوا سمعتوها من اولياء الامور؟ يعني لمستوا تحسن قد ايه من الناس؟ رد فعلهم كان عامل ازاي؟ هو طبعا في الاول، اول لما ابتدينا نكلم اهالي الاولاد عن الفكره دي، احنا لفينا عليهم عموما في المنطقه اللي حوالين المركز اللي احنا بندرس فيه. اول لما ابتدينا نعرض عليهم الفكره كانوا متحمسين جدا، لان هم للاسف عايزين يساعدوا، مش للاسف اكيد، هم عايزين يساعدوا اطفال يعني ولادهم، بس ما عندهمش الامكانيات اللي تقدر اللي يقدروا يساعدوا بيها، سواء كان فلوس، سواء كان تعليم عموما هم نفسهم. ف صورهم بالظبط، فكانوا متحمسين جدا الاهالي يعني ان احنا نعلم اولادهم. بس اكتر الكومنتس اللي كنا بنسمعها وبنفرح بيها جدا، انه مثلا دي كيس اكتشولي حصلت، انه في بنت عندنا هي مستواها ضعيف شويه في التعليم، فكان اهلها مقتنعين ان هي ما ينفعش تكمل في المدرسه، فلما احنا خدناها وابتدينا نشتغل عليها ابتدت تتحسن، ومش بتتحسن بس كتعليم، بس ابتدت تتحسن كمان ثقتها في نفسها والكلام ده. فدي فرقت جدا معاها لدرجه انه اهلها قرروا لا هتفضل في المدرسه وهتكمل. فدي حاجه من الحاجات اللي بتخلينا فعلا نحس لا احنا بنفرق مع الاولاد دي، يعني دي كيس ملموسه كانت عندنا يعني. طيب انتوا اخترتوا يوم الجمعه. يوم الجمعه هل الطلبه بتنزل يعني مقابله على ان هي تنزل لكم جمعه، خصوصا ان هو اجازه؟ جدا يعني هما بيجوا لنا اصلا، يعني بيجوا من بدري حتى عن ميعادهم، بيحبوا جدا ان هما يجوا، عندهم احساس ان يوم الجمعه ده دايما بيبقى فيه فرق، بيبقى يوم مميز بالنسبه لهم. طيب ختاما لكلامنا، ايه الدعم اللي انتوا تتمنوه واحنا على الهوا اهو؟ لو في حد عايزين توجهوا له كلمه قولوا، محتاجين دعم من مين عشان تقدروا تعمموا الفكره اكتر واكتر ويساعدكم في ان انتوا تعملوا حاجات كويسه احسن للاطفال دي؟ هو طبعا احنا اكتر حاجه محتاجينها دلوقتي موقع، لانه احنا عايزين نكبر، يعني احنا بنفكر دلوقتي الخطه بتاعتنا ازاي نكبر المشروع ده، وعايزين نستقبل عدد اطفال اكبر. وبنديهم مواد كتير، احنا بنديهم عربي وحساب ودراسات وعلوم، وبنديلهم سكيلز واي كيو، فمحتاجين انه يكون في فصل منفصل لكل ماده عشان نستوعب عدد. هل تتمنوا مثلا مساعده من وزاره التعليم؟ طبعا اكيد، واحنا بنضم صوتنا لصوتكم، ونتمنى انه يكون في مسؤولين معانا عن التعليم يقيموا التجربه دي، ولو يقدروا ان هم يدخلوها في برنامج الوزاره الرسمي يبقى حاجه كويسه ظاهره في وسط الاشواك اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ساجة محمود ودكتوره نوران عمار المشاركين في مبادره البدايه من هنا، نورتونا، بنتمنى لكم كل توفيق، ويا رب ربنا يكتر من امثالكم علشان ننقذ بلدنا من الحاله الصعبه اللي هي فيها. مشاهدينا، فقراتنا مستمره في نهارك سعيد، لكن بعد الفاصل تابعونا.